مع العراق. نحن مع العراق السلمي، العراق الذي يطالب بإصلاحات، لكن العراق الذي يطول رمز الدولة ويسيد لرمز الدولة هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. وأنا أحمل المسؤولية لكل قائد المجتمع الأردني، وأنتم أيها السادة قادة في هذا المجتمع. الإساءة إلى رمز الدولة هي إساءة لكل أردني. وأنا أقول أن العراق ليس حرق المؤسسات، والعراق ليس تكسير المؤسسات، والعراق ليس تطاول على رمز الدولة. أنا أطالب المجلس وأطالب الحكومة وبالقيام برئاسة الجليلة أن تمر بيد الحديد على كل من تسوي له نفسه العمل والإساءة إلى رمز الدولة الأردنية. نحن نعيش في وقت أسمحت دقيقة. لا ما أعطيتك دقيقة. يا أخي يا كريم، يعني إذا بدكم تتحدثوا مع العراق يجب أن تتوجهوا إلى العراق، يا مات العراق بيحاولوا وياهم، ليس على الهواء منهم يعني، ما نزور بالعراق. شو يا كريم؟ يعني أقل من ذلك أخلص. أنا أريد أن أذكر إخواني وأخواتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من مات آمناً في سلمه، معافاً في بدنه، مات قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بأسرع. شكرا لك. زملاء هنالك.